مدمرة. لقد وصل بطل العدالة، كيف أساعدك؟ أنفقت كل مالي على الكتب الكوميدية وما عاد لدي أي مال لشراء الإنترنت أو الطعام، لكن الأهم هو الإنترنت. ما عاد هناك من جرائم حقيقية، ماذا لديكم؟ الظهور زبدان قصيمة لصبغ الشعر. أتممنا المهمة جيداً، لنرحل من هنا. أريد أن أريكم شيئاً. مهلاً اصبروا، سأضع الرقم السري. لقد نجحت. فيلم قصير صنعته بمساعدة زملائي. أسرع يا واتس هيز نيم، تحتاج المدينة إلينا. فلنهب للمساعدة. فيلم جميل صحيح؟ عجباً، هذا بالفعل فيلم مهم. أتريدون رؤية مجموعة صور الأبطال لدي؟ لا. مقر الشرير السري. يجري كل شيء وفقا للخطى، فيما يشتت ذاك المدعو برنارد انتباه كل هؤلاء الأبطال الخارقين. يمكنني البدء بتنفيذ خطة الشريرة والبارعة. استعد يا مساعد الكسول، سوف أستخدم كل طاقتي بشكل مذهل وقدراتي الخارقة لأسيطر كليا على دماغ العمدة وأجعلها خارجة عن القانون، وأقوم بخدائها لمرة واحدة وإلى الأبد. اسمع، دماك جميلة لكننا... هذه ليست دما، بل إنهم أبطال حقيقيون. أنا ألتقط خبراً عاجلاً. خبراً عاجل. مرحباً يا محبي الزحمة، لدينا لكم خبر عاجل. صدر بلاغ من مكتب العمدة يمنع وجود الأبطال الخارقين في أكابوليس. ننتقل الآن مباشرة إلى أمام مجلس البلدية. شكراً لكم جميعاً. مرحباً بكم يا سكان واكوبوليس أصحاب الأدمغة المغسولة. جئت الآن لأعلن لكم أنه ما عاد مسموحاً بوجود هؤلاء الأبطال الخارقين. أضرار في الممتلكات، عنف، اتفاقيات، وتراجع في مراكز بيع التذاكر. سيصار في الحال إلى تطبيق هذا القرار وسجن الأبطال الخارقين، لا سيما هذا البطل الخارق المزعج مايتي تشين.